تلاقي نفسك قاعده جوه النقاب ده. انت دلوقتي جوه، قولي لي انت حاسه بايه؟ حاسه ان انا في سجن. شايفه ايه؟ مش شايفه اي حاجه. طب الناس شايفه ايه؟ والناس مش شايفه اي حاجه، شايفه كتله سوداء. بيصعبوا عليكي اللي بيلبسوا نقاب؟ لا ما بيصعبش عليا، اي حد بيختار اي حاجه. ليه صعب؟ ولا من الحر اللي هم عايشين فيه جوه خالص؟ ما هو ده خيارهم. انا بحترم. بص هقول لك على حاجه، انا بقول اللي شبهي واللي بيعبر عني، واللي مش شبهي بقول لك لا ده انا مش هعمله. بس كل واحد حر في خياراته، هو اللي هيدفع ثمنها في الاخر. ما بحبش ان انا احاكم حد، ما بحبش اقول لك ان انا ما بحبش اللي بيلبسوا كده، ما بحبش. كل واحد حر. انا مش مستحيل تلبس. مع احترامي لا، ممكن اتحجب يوم ما، بس لا مش هلبس نقاب. لكن ممكن في يوم من الايام تحجبي؟ ممكن. انت اللي هتعوزي مثلا، ولا ممكن حد يطلب منك؟ جوزك طلب منك ده قبل كده؟ لا لا ما حدش بيطلب مني. عمره ما يطلب منك؟ لا 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 خالص. انا ممكن في مرحله ما اعرفش، بقول لك دلوقتي ما فكرتش في الموضوع. ممكن في لحظه معينه افكر في الموضوع ده، بس مش النقاب. لما بيكون في فيلم او مسلسل عايزين ممثله تعمل مثلا دور اغراء او تلبس لبس عريان، ففي شخصيات معينه من الممثلات بيتصلوا بيهم على طول، معروفين هم مين. انت بقى مشكلتك ان انت وشك بريء جدا. هل ما فيش حد مثلا خد الريسك انه يكلم كندا علوش انها تعمل دور اغراء زي ده؟ لا كلموني. وعايزه اقول لك في من الناس اللي كلمتني ناس بحترمها، يعني اسماء سواء مخرجين او مؤلفين بحترمهم. انت مش جاي تقولي النهارده لا اسامي مسلسلات ولا اسامي مخرجين؟ طب هقول لك على حاجه يا امير، انا المشروع اللي انا اعتذرت عنه او اكتر مشروع ده في غيري عملهم. فما بقى انا عمري في حياتي ما بقول عن مشروع اعتذرت عنه لو هو راح لحد تاني غيري. ما بقاش نصيبي وعيب ان انا اقول ان ده كان عندي، فبس انا من الباب ده. ففي ناس انا اسماء كبيره وبحترمها جدا وعرضت عليا ده، ما عنديش الجرأة دي يا امير خالص. انا ما عنديش الجرأة ان انا اعمل كده، ولا ان انا واجه المجتمع، ولا وما عنديش اي تحفظ ضد الممثلة اللي بتعمل كده. بالعكس بالعكس بحسها اجرأ مني. يعني بالعكس بحترمها وبشوفها عندها جرأة انا مش بمتلكها، مش عشان انا مش بشوف ان انا احسن منها او الى اخره، بس انا ما عنديش الجرأة دي. ويمكن بحس ان انا مش شاطرة في السكة دي. ممكن اعمل الاغراء اللي ليه علاقة بالاداء، بالاتيتيود، بالبصه، بالايحاء. ايوه بس مش بس من غير قلق. لبس وكلام وبتاع. ما اقدرش. لبس ولمس ما اقدرش. لكن عمرك ما تلبسي مثلا، ما تفكري تلبسي مايو في فيلم؟ لا 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 لا. ولا بدله رقص؟ لا 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 بدله رقص ممكن لو يعني في نوع بدل رقص بتبقى مش عريانه قوي. ممكن. انا بحب الرقص قوي على فكره، ممكن اعمل ده يوما ما، بس ما يبقاش عريانه قوي. ابقى لابسه بدله محترمه. ايوه تروس في البيت؟